antidote administered. على الرغم من التقنيات الحديثة المتقدمة، لا يزال العلماء مقيدين بشدة في كل من الإمكانيات ووسائل دراسة الفضاء الخارجي. الكون مليء بالأشياء الغامضة، ونظامنا الشمسي ليس استثناء. فبالرغم من معرفتنا النسبية، فإنه لا يزال يتضمن كل شيء لم يجد العلماء تفسيرا له بعد. مثلث برمودا الفضاء. توجد منطقة شذوذ في الجنوب المحيط الأطلسي SAA في المجال المغناطيسي للأرض. أبلغ بعض رواد الفضاء عن أشياء غريبة أثناء المرور عبر المنطقة. على سبيل المثال، لاحظ طاقم محطة الفضاء الدولية وميضا شديدا من الضوء لم يتمكنوا من تفسير مصدره. يعتقد أن مثل هذه الومضات يمكن أن تحدث عند عبور الأحزمة الإشعاعية لكوكبنا، وهي في الواقع غير موجودة، لأن هذا مجرد ردة فعل لشبكية العين البشرية. حتى تلسكوب هابل الفضائي لا يمكنه جمع البيانات في هذه المنطقة بسبب الإشعاع العالي. الكويكب أومواموا. هذا هو أول جسم بين النجوم يتم اكتشافه في نظامنا الشمسي، ولا تزال هناك أسئلة أكثر من الإجابات حوله. إنه على شكل سيجار ولونه ضارب إلى الحمرة، مما دفع بعض الباحثين إلى تسميته مسبار فضائي. في الواقع يشبه أومواموا شيئا تم إنشاؤه دون تدخل الطبيعة. تم رصد السيجار الفضائي لأول مرة في عام 2017، وتساءل العلماء على الفور كيف يمكن لجسم غريب من هذا القبيل أن يدخل النظام الشمسي الداخلي. إنه يتحرك بسرعة كبيرة مقارنة بكويكب، ولا تظهر عليه علامات الدمار مثل المذنبات العادية. هناك الكثير من النظريات حول أصل مواموا، من سفينة غريبة إلى جزء من كوكب خارج المجموعة الشمسية. لذلك على سبيل المثال، وفقا للباحث الروسي أندري فيتروف، مر هذا الجسم عبر ما يسمى بالثقب الدودي في الفضاء. يتضح هذا في رأيه من خلال السرعة الغريبة للجسم الذي دخل به إلى نظامنا الشمسي. الآن الجسم لا يزال في النظام الشمسي، ولكن بعيدا عن متناول جميع التلسكوبات الموجودة. هناك متحمسون يعرضون تجهيز مهمة خاصة لهذا السيجار، لكن الأمر سيتطلب 22 عاما على الأقل، ولا يزال العادم غير واضح. لذلك من غير المرجح أن تتم الرحلة الاستكشافية. الكوكب إكس. هذا الكوكب يمكن نظريا أن يكون مختبئا في أبعد أركان نظامنا الشمسي، والمعروف أيضا باسم الكوكب إكس لم يراه أحد من قبل، ويستمر العلماء في الجدل حول ما إذا كان موجودا بالفعل. تم الإعلان عن الكوكب التاسع لأول مرة من قبل علماء الفلك في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا. في رأيهم فإن وجوده من شأنه أن يفسر بشكل مثالي ميزات مدارات الأجسام البعيدة. وقد قدر الخبراء أنه من حيث الكتلة فإن الكوكب إكس أثقل بحوالي 10 مرات من الأرض، وهو أبعد 20 مرة من الشمس من كوكب نبتون. لعمل دورة واحدة حول النجم يستغرق الأمر من 10 إلى 20 ألف سنة أرضية. الموقع المفترض للكوكب التاسع بعيدا جدا، لدرجة أن التكنولوجيا المتقدمة اليوم غير قادرة عمليا على تأكيد أو دحض وجوده.
السديم المستطيل الأحمر. السديم عبارة عن سحابة من الغاز والغبار تطفو في الفضاء. يوجد الكثير منهم في الفضاء، لكن بعضها يجذب انتباه علماء الفلك بمظهرهم الغير عادي. يقع أحد هذا السديم الجذاب المستطيل الأحمر على بعد حوالي 2.3 ألف سنة ضوئية من الأرض في كوكبة مونيسيروس. لا يستطيع العلماء تفسير سبب اتخاذ هذه السحابة شكلا غريبا يذكرنا بالشكل الهندسي المنتظم، على الرغم من أن المستطيل الأحمر في الحقيقة يشبه الحرف إكس. وفقا لأحد المصادر، يوجد نجمان داخل السديم يشكلان حلقات من الغبار حولهما. هذه هي العصي في إكس الكوني، لكن لماذا يضيء بكل هذه الروعة باللون الأحمر؟ لم يفهم العلماء بعد. إلسيت بيزارو. غالبا ما يطلق على هذا الشيء اسم مذنب، ولكن له أيضا خصائص الكويكب، الأمر الذي يثير الكثير من الجدل بين علماء الفلك. الجسم يدور داخل حزام الكويكبات، لكن له ذيل يشبه المذنب، وبهذا المعنى فهي فريدة من نوعها، وكان الباحثون يأملون في فهم طبيعتها المتناقضة. في عام 2028 من خلال إطلاق مهمة كاستاليا، لسوء الحظ لم يكن من الممكن حتى الآن العثور على تمويل كاف لتنفيذه. فقاعات الفضاء الوردي. من الناحية الفنية هم ليسوا في نظامنا الشمسي، لكنهم يؤثرون عليه. فقاعة فيرمي عبارة عن هيكلين كونيين ضخمين تم إنشاؤهما بواسطة الثقب الأسود الهائل لمجرة درب التبانة، والتي تبرز منها في شكل ساعة رملية. في الواقع هي مادة هاربة من الثقب الأسود. اكتشفها علماء ناسا في عام 2015 باستخدام تلسكوب فيرمي لأشعة جاما. يعتقد العلماء أن الفقاعات تتكون من أشعة جاما وتمتد على حوالي 50,000 سنة ضوئية. على الأقل أنت الآن تعرف 6 أشياء غريبة وشاذة من حولنا في الفضاء الخارجي.